النهارده الحقيقه فقدنا رجل كان عزيز انا عليا شخصيا، رجل مفكر كنت يعني بستقي منه كثيرا من العلم، الكاتب والمفكر السياسي السيد ياسين. الحقيقه انه يعني رجل رحلة سياسية طويلة من الإخوان للخروج من الإخوان، من عصر عبد الناصر لما بعد عبد الناصر. يعني الحقيقة أن الرجل مر بمراحل عديدة، كان من أهم من دافع عن الطبقة الوسطى واتكلم عن تآكل، من أول من تحدث عن تآكل الطبقة الوسطى مع بداية يعني المشاكل اللي بدأت تحصل لها. إسهاماته كبيرة جدا في الجغرافيا السياسية، له إسهامات فكرية كثيرة، كتب عظيمة يعني الطبقة الوسطى في مصر، أسس البحث الاجتماعي، عالم اجتماع سياسي من العلماء الكبار في مصر، حوارات الحضارات في عالم متغير. تأثيره وعلاقته بالأستاذ هيكل الحقيقة كانت علاقة مهمة جدا، كانت بينهم علاقة وثيقة الحقيقة، الأستاذ سيد ياسين والأستاذ محمد حسن هيكل. نشوف هذا التقرير رحمه الله، بنفقد عالم من أعلام الفكر السياسي والاجتماعي في مصر. المفكر وسيد التحليل السياسي والاجتماعي، ألقاب اقترنت دائما بالكاتب الكبير السيد ياسين الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض. المفكر الكبير شغل عدة مناصب، منها باحث مساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومدير لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام، إضافة إلى عضو لجنة الدراسات الاجتماعية بالمجلس الأعلى للثقافة. لما كنت تشيل وزارة التحرير تيجي ولد عنده 17 سنة يقول لك أنا عاوز حقي. صحيح. أنا عاوز حقي. أنا كراجل متخصص في علم الاجتماع أقول لك حقه يعني إيه؟ حقه في التعليم الجيد، حقه في التشغيل، حقه في العلاج، حقه في تكوين أسرة وشراء مسكن، وهي حقوق حرمت منها فئات الشعب في النظام السابق. وفضلا عن مؤلفاته الكثيرة، فإن اسمه ارتبط دائما بكشف الكثير من الحقائق الخفية المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين، حيث عاش تجربة مهمة في مطلع شبابه داخل صفوفها قبل أن ينشق عنها. ما هي الرؤى التي قدموها لتقدم المجتمع اقتصاديا وثقافيا؟ الحكايه مش جايه رفع شعار فارغ من المغناطيس، الاسلام هو الحل. الاسلام هو حل ازاي؟ في مشكله اقتصاديه معقده، في مشاكل تكنولوجيه، وفي مشاكل ثقافيه. لا يكفي الشعارات المرفوعه كده. حصل الكاتب والمفكر الراحل على عدة جوائز، من بينها وسام الاستحقاق الأردني من الطبقة الأولى عام 1992، وجائزة عن كتابه الوعي التاريخي والثورة الكويتية من معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1995، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1996، وغيرها من الجوائز. مسيرة طويلة حافلة بالكتابات والإسهامات والأبحاث الفكرية للكاتب السيد ياسين، لتظل مرجعا حيا للباحثين والكتاب رغم وفاته. هشام الرباط، هنا العاصمة.